fait le vidéo, on a échauffé l'interface graphique des robots structure analyse professionnelle 2020. Alors, il faut qu'on dit le menu fichier, édition, affichage, structure, chargement, analyse, résultat, dimensionnement, outils, module complémentaire, fenêtre, aide et communauté. Le fichier, il y a on dit nouveau projet, ouvrir un projet, enregistrer sous, importer, avec la boîte importer un autre logiciel, capture d'écran, composer impression, mise en page, aperçu avant impression, imprimer, paramètres de l'imprimante, propriété. David Hall va fermer le projet ou qui va nous lier les projets récents. Équité, je ne crois pas dans le robot. Édition, elle garde le logiciel, elle va faire annuler, rétablir, couper, copier, coller, supprimer, elle va faire les sélections, elle va faire les transformations, elle va faire diviser les barres, intersections, les coupures, les prolongements, diviser par un plan, corriger, pour le cas, plusieurs éléments. L'affichage, il va redessiner, il va les vues, ou les zooms, les attributs, ou les paramètres de la grille ou les tableaux. C'est l'historique de la vue. Maintenant, il va la structure, il va les paramètres de la structure. Les nœuds, les barres, les objets, les appuis, les relâchements et les caractéristiques additionnelles. Les jarrets, maintenant. Chargement, galga les quatre charges ou galga la définition des charges. On tape le halal d'une menu analyse, l'inclin analyse la structure d'yali on vérifie. Et là, on dit les résultats, la brite n'jbe les résultats d'yali. On a dit les dimensionnements, la brite dimensionne maintenant le projet d'yali. On dit les outils, maintenant la brite les options d'yali robot. On dit les modules complémentaires, la fenêtre, je fais jamais une fenêtre on dit. On tape le halal on dit l'aide, la recherche d'aide ou la communauté. هنا لتحت عندي لي بار دوتي. هاد لي بار دوتي سو سون دي راكورسي ديال داكشي اللي شفنا هنايا. دونك مثلا الا بغيت اوفغيغ عندي هنا وكاين عاوتاني كاين فيشي. بغيت مثلا ريتابليغ ولا انيلي غادي تلقى في ايديسيون غنلقى ريتابليغ وانيلي غنلقى عاوتاني هنا. عندي الكالكول ها هي كاينه هنا وبطبيعة الحال كاينه حتى هنايا في اليسار ديالي عندي الجيستيونير دوبجي. دونك هنا غادي نلقى كاع لي زوبجي اللي غنكريي في الروبو غادي نلقاهم هنا. والتحت كيطلعوا ليا لي بروبريتي ديالهم دونك كاع لي كاركتيرستيك ديالهم ديال دوك لي زوبجي اللي كنكريي غيبانوا ليا هنا لتحت. هنا على اليمين عندي لا بار ديال لا سيليكسيون يمكن ليا نكريي منها لي بار لي نو لي بروفيلي لي زابوي لي شارج ولا لي كات شارج اي بليزيور اليمون. من بعد في الوسط عندي لي سباس دو موديليزاسيون ديالي كنلقى فيه لتحت هنا الروبير par défaut عطيني هنا x z يمكن ليا نجي فوق من x z هنا ونشانجيها ندير مثلا x y مثلا ولا y z ولا 3d. هنا كيعطيني y كتساوي 0. عندي هنا لو روبير ديالي الا كليكيت عليه غيطلعوا ليا لي في. يمكن ليا من هنا نعزل ان في ديكالي نكليكي هنا ونكتب شحال لو ديكالاج اللي بغيت ندير. بالنسبه لي بوين اللي كيبانوا ليا هنا هادو كيتسموا لي بوين ديال لا غري والفوق هذا كتب ليا المسطره يعني لا ريغل باش نبارامتريو هاد لا غري كنمشيو افيشاج غري اسباسمون دو لا غري. هنا كنلقاو لي سباس بار ديفو هو 2 متر يعني 2 متر يمكن ليا نبدلها وندير 1 متر وهنا ثاني ندير 1 متر ونقول لي ابليكي. هنا كنلاحظ بلي ولا عندي 1 متر ما بين البوان و البوان مثلا 23 24 25 26 يمكن ليا نافيشي لا غري ولا ماسكيها من هنا. دونك انا ماسكيت لا غري دابا يمكن ليا نافيشيها من هنا ابليكي فيرمي. يمكن ليا نمشي لافيشاج لا غري ونجي ونقول لي هنا اسباسمون اوتوماتيك ولا نقول لي افيشي لا غري فوالا هي تحيدات ولا نقول لي افيشي لا ريغل دونك هي حيدتها حتى هي. دونك رجعنا ورجع لا غري ونعاود نافيشيهم جوج. حاجه اخرى الا مشيت للافيشاج كنلقى لي زاتريبي. هادي هي الطريقه الاولى باش كندخل لي زاتريبي. الطريقه الثانيه كندير ان كليك دروا وكنمشي لي زاتريبي. هاد لي زاتريبي كنعزل على شنو بغيت يبان ليا وشنو ما بغيتش يبان ليا.
يمكن ليا الباراميتري لافيشاج ديال لسباس دو موديليزاسيون ديالي كيف ما بغيت. مثلا هنا عندي لو موديل، كنشوف لو موديل وكنشوف اشنو بغيت يبان فيه. ثاني حاجه عندي لي نو، كنشوف لي نو واش يبغي يتبان ليا غير النيميرو ديالهم ولا النيميرو ديال الكالكول ولا ماسكيهم. عندي لي بار يمكن ليا نتحكم فيهم. طبيعة الحال عندي واحد البليس هنا يمكن ليا نكليكي عليها ويطلع ليا لو سوموني باش نعزل انا اشنو بغيت يبان ليا. عندي هنا لي بانو ديزينياسيون بار كولور، بغيت ديزينياسيون بار كولور. عندي لي شارج الا بغيت نشوف لي شارج واش يبانو ما يبانوش. مثلا لي سامبول دو شارج الا بغيتهم يبانو كنكليكي هنا. بغيت دوطخ بارامتر يمكن ليا نكليكي عليهم هنايا. عندي لي في دونك اشنو بغيت يبان ليا، وعندي لا ستركتور اشنو بغيت يبان ليا لا ستركتور. مثلا لي لين دو كونستركسيون الا بغيت نحيدهم ولا نردهم ولا بارامتريهم. مثلا ديسكريبسيون ديال لي لين دو كونستركسيون الا بغيت تبان كنكوشي هادي. من بعد لتحت عندي لا طاي دي سامبول، هنا هادوك الكتبه اللي كتكتب ليا ولا هادوك الارقام ولا هادوك لي روبير اللي كيبانوا ليا يمكن ليا نبدل لا طاي ديالهم. هنا لا طاي ديالهم بار ديفو داير ليهم 30، يمكن لنا حنا مثلا نرجعوها 50 الا بغيت نكبر ولا 40. يمكن ليا نصغرها ل 20، يمكن ليا نتحكم فيها كما بغيت. ملي كنسالي كنقول لي ابليكي، كنقول لي اوكي. نتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو، ونتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي.